ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في قناة كويزي رياض كما كتشوفوا اليوم فغادي نحضر معكم خبزة ساندويتش ندوز نشوفوا المقادير وطريقة التحضير نبدأ على بركة الله عندي 250 جرام ديال دقيق الأبيض ما يعادل جوز الكيسان كأس العنبة أو كأس الشاي غادي نأخذ معلقة كبيرة من الخميرة الفورية معلقة كبيرة تكون ممتلئة تقريبا واحد العشرة غرام وغادي ناخد معلقة كبيرة ديال السنيدة تكون ممسوحة وغادي ندوبهم في شوية ديال الماء دافي غير يدوبو ماشي يختمرو لينا غادي ندير قبصة ديال الملح هنا عندي معلقه كبيره ديال الزبده ممتلئه جيدا فبالعبار بالجرام هي خمسة وعشرين غرام وغادي ناخد ربعين جرام ديال الحليب فهي تقريبا غادي تكون شي ربعة المعالق كبار ديال الحليب أولا خمسة أنا هنايا كنوريكم الشكل ديال الملعقة اللي أنا كنستعمل وهنايا غادي نحاول يعني نجمع هذيك العجين وغادي نضيف هذيك الخميره غادي تكون ذابت يعني انا ماشي غنسناها حتى تتفاعل او لا شي حاجه لا فقط غير تذوب وغادي نضيفها على العجين وعندي هنايا ماء دافئ هو اللي غادي نبقى نجمع به العجينه الماء عندي هنا ما معبورش يعني غير الكميه اللي غتكفيني اننا نجمعوا هذه العجينه غادي نعجنوها يعني عجينه لا باس بها باش تعاوننا هكا باش تكون رطبه هنا العجينة ديالي بعد ما جمعتها ودلكتها جيدا فأنا غادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح مدة ما بين 10 حتى 15 دقيقة هنا يا غادي ناخد هاد العلب اللي كتكون فيهم شيبس فأنا يا غادي يعني هاد كان قطعهم على النصف وغادي نلويهم بالبابي ألمنيوم هذه فكره بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هذوك لي مول ديال لي باريزيان الناس اللي ما عندهمش هاد العلب ايضا فيمكن لهم يستعملوا ال يعني هذاك الورق ديال الكرتون اللي كيبقى لينا وسط البابي كويزين فحتى هو تيليق هذا ايضا ممكن ان نستعمله ونغلفوه هنا العجينة عندي معدنات كتعمر أو كترتاح غادي نقطعها الكرات متساوية انا غادي نحاول نخرج منها واحد العشرة ديال حيت انا بغيت ساندويتشات هكا الخبز ديال الساندويتش يكونوا صغار بغيتهمش يكونوا كبارين هنا بعد ما كنكور جميع الحبات اللي عندي فانا غادي نسرحهم هكا بالمدلك على شكل طولي يعني الطول اكثر من العرض وغادي نلفهم على هذا الشكل كما هو موضح في الفيديو وغادي نبقى نسد لهم هذاك الفم التحتاني ونحطهم على هذاك الوجه اللي انا سديت وقرصته من التحت وغادي ناخذ اصفر البيض زدت عليه شويه ديال الخل وغادي ندهنهم فهنايا هذا الالمنيوم فهو لصق فمن الافضل انكم تمسحوه اما بالقليل من الزيت او الزبده وتقدروا حتى تحد بورق ديال السيغ فريزي فهكا غادي يكون سهل انكم تحيدوه هنايا الخبيزات ديالي بعد ما كيختمروا كي فانايا غادي كي فأنا نديرهم في درجه الحراره متوسطه وندوزو نشوفوهم في طبق التقديم فهذا هو الخبيزات ديال الساندويتش اللي حضرت معكم اليوم فهما تيجيوا رائعين وقطني نقفاف جدا فالفرق بينهم وبين يعني الخبيزات اللي طابوا في هذوك لي مول اللي حضرت معكم وبين الخبيزات اللي طابوا يعني في الصينيه أو في لاطه ديال الفران ففرق بسيط جدا ان هاد اللي طابوا في لي مول شويه طالعين اما بالنسبه لهادو فهما شويه تيجيوا في طحين شويه فرق ما كاينش بزاف ديال الفرق فانا جاوني شويه طبيعيين عادي بالنسبه للناس اللي ما توفر لهمش او ما عندهمش فعادي جدا انا غادي نفتح معكم حبه تشوفوها من الداخل فهي تجي رائعه وقطنيه كيجيو كي خفاف وكيساعدونا في بزاف ديال الوصفات وبالنسبه للكوتي ديال وليداتنا المدرسه فهما كيساعدونا كي بزاف إذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه الناس اللي مازال ما اشتركوا في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد والسلام عليكم ورحمه الله